السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن محمد من موقع عرفني دوت كوم. إن شاء الله معانا طريقة تنزيل سوفت وير أصلي لأجهزة سامسونج. أول حاجة بنعملها إن احنا بنفتح برنامج الأودين وبنضغط على AP، بنختار السوفت وير، بندور عليه في المكان اللي احنا فكينا الضغط وبنختار الفايل. يبتدي يعمل MD5 تشيك عشان يشوف الفايل سليم ولا في عيوب. في الوقت ده احنا ما ينفعش ان احنا نشيل كابل USB. دلوقتي البرنامج خلص وجاب ان هو finish successfully. بنشيل البطارية من الجهاز وبعد كده بنفتح وضع الريكفري عن طريق تعلية الصوت والهوم والباور. دلوقتي فتح معانا الريكفري، هننزل بسهم تحت على wipe data factory reset و wipe cache partition، والاختيار بزرار الباور. بعد كده هنختار wipe data factory reset. بعد كده wipe cache partition. بعد كده محتاج ادخل على وضع الداونلود مود، فهشيل البطارية واحطها تاني. بعد ما احط البطارية هضغط volume down و home و power لغاية ما تجيلي الشاشة دي، هتك volume up اللي هو تعلية الصوت. بعد كده هحط كابل ال USB لغاية اما الجهاز يقول لي added وينور فوق، وزي ما هو كتب لي com9. بعد كده هتك start عشان تبدأ عملية تثبيت السوفت وير. كده زي ما احنا ملاحظين السوفت وصل للنهاية، يعني خلاص تقريبا خلص. دلوقتي الجهاز عمل ريستارت والمفروض ان هو يبتدي يفتح معانا. اول فتحة بعد السوفت وير ما بينزل بتبتدي تاخد وقت طويل شوية عشان بيبتدي يجهز الكاش فايلز بتاعت اي ابليكيشنز موجودة على الجهاز. زي ما احنا شايفين الجهاز قدامنا كده، اول لما الزراير اللي تحت تنور يبقى كده البوت الاولاني خلص، وفي الحالة دي اقدر ان انا اشيل كابل ال USB. هبتدي اختار اللغة واعمل اعدادات الواي فاي واكمل اعدادات الجهاز العادية. كان معاكم ايمن محمد من موقع عرفني دوت كوم. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريدية للموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.